2008 was the year of the first spark. And ever since, the fire only keeps getting bigger and bigger. Now is the time everybody feels the heat. ساعات كثيرة بين جدران الاستديو قضيناها ما بين آراء ممكن تختلف وممكن تتفق. نحن الحقيقة نصنع الفرق. جد في تشويق ممتع. الأداء عندنا على المسرح له طابع مختلف لأنه محبيننا ذوقهم مختلف. قصي اي كي اي دان ليجند تيرا ستايل هيرسون حطينا ايدينا بلغتنا العربية طقلنا الأداء power and respect, brotherhood and family, but most importantly, music. That is J-Fam.